هذا وطالب عدد من المواطنين المتحاورين في الكويت التوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة السكان في جميع أنحاء البلاد. مراسلنا في تعز فواز الحمادي التقى بعدد من المواطنين ووافانا بالتقرير التالي. إن الخيار اليوم سيكون واحدا من الحوار أم جنون الحرب؟ معادلة يصعب إيجاد حل لها في ظل الأوضاع الجارية على الساحة اليمنية. هذا الحوار اللي قلنا فيه داخل الكويت هو عبارة عن إعطاء فرصة حقيقية لهذه الميليشيات بإعادة ترتيب أوضاعها. لا يوجد أسس، وإنما كل ذلك عبارة عن مراوغات، سواء أبدوا استعدادهم أو لم يبدوا، فهم يضمرون خلاف ما يظهرون أساسا. في المقابل ينظر آخرون للمشهد من زاوية أكثر تفاؤلا وأكثر حذرا في آن واحد. يكفي قتل الأطفال تمام والنساء الشيوخ، نأمل أقول لك أن يخرجوا بحل أقرب وأسرع. ليس لدى الشارع في اليمن أفق واضح، فماضي الحوارات خيبات متراكمة كما يقولون. أما الحاضر فحرب تحت عنوان الهدنة، ويبقى القادم في علم الغيب واللاعبين الكبار. عين على الكويت وإصبع على الزناد، تلك هي ملامح الصورة في يمن الحكمة الحائرة والبؤس المقيم. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.